بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 186. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع أحكام الجنايات، ونخص في حلقتنا هذه بيان مقادير ديات النفس، لأنها تختلف باعتبار الإسلام والحرية والذكورة والأنوثة، وكون الشخص المقتول موجوداً للعيان أو حملاً في البطن. وأكثر الديات مقداراً دية الحر المسلم، حيث تبلغ 1000 مثقال من الذهب أو 12,000 درهم من الدراهم الإسلامية، التي كل 10 منها 7 مثاقيل، أو 200 بقرة أو 2000 شاة، لحديث أبي داود عن جابر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة. وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم. رواه أبو داود وابن ماجة، وفي كتاب عمرو بن حزم: وعلى أهل الذهب 1,000 دينار. رواه النسائي وغيره. وقد اختلف أهل العلم هل هذه المذكورات أصول للدية، بحيث إذا دفع من تلزمه واحدا منها يلزم الولي بقبوله، سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أم لا، لأن الدافع أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه. هذا قول جماعة من أهل العلم. والقول الثاني أن الأصل هو الإبل فقط، والبقية إنما هي أقيام للإبل، وهذا هو قول جمهور العلماء، بقوله صلى الله عليه وسلم: في النفس المؤمنة 100 من الإبل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: على إن في قتيل عمد الخطأ 100 من الإبل، ولأبي داود أن عمر قام خطيبا فقال: على إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل الذهب 1,000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2,000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في الإبل دية العمد وخفف بها دية الخطأ، أدل على أن الأصل هو الإبل، وأجمع على ذلك أهل العلم فهي الأصل، وهذا القول هو الراجح وعليه. فيكون ما عدا الإبل من الأصناف المذكورة يكون معتبرا بها من باب التقويم. وتغلظ الدية في قتل العمد وشبه العمد، فتجعل 100 من الإبل 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذع، لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 جذعة، 25 حقة، و25 بنت لبون، و25 بنت مخاض. فإن جاء بالإبل على هذا النمط لزم ولي الجناية أخذها، وإن شاء دفع قيمتها حسب ما تساوي هذه الأصناف في كل عصر بحسبه. وتكون الدية في الخطأ مخففة، بحيث تجعل 100 من الإبل 5 أنواع، هي 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، 20 من بني مخاض. هذه الأصناف أو قيمتها حسب ما تساوي في كل عصر بحسبه. وبنت المخاض هي ما تم لها سنة، وبنت اللبون ما تم لها 2 سنين، والحقة ما تم لها 3 سنوات، والجذعة ما تم لها 4 سنوات. ودية الحر الكتابي، سواء كان ذمياً أو مستأمناً أو معاهداً، نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. ودية المجوسي
الذمي أو المعاهد أو المستأمن. ودية الوثني المعاهد أو المستأمن 800 درهم إسلامي، لما روى ابن عدي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: دية المجوسي 800 درهم، وهو قول أكثر أهل العلم. ونساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان على النصف من دية ذكرانهم، كما أن دية نساء المسلمين على النصف من دية ذكرانهم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وفي كتاب عمرو بن حزم: دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لما كانت المرأة أنقص من الرجل والرجل أنفع منها ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها والذب عن الدين والدنيا، لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية وهي الدية. فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال، فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته، أخرجه النسائي. قال سعيد بن المسيب: إنه السنة. وقال الإمام ابن القيم: وإن خالف فيه أبو حنيفة والشافعي وجماعة وقالوا هي على النصف في القليل والكثير، ولكن السنة أولى. والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه أن ما دونه قليل، فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل، ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية لقلة ديته وهي الغرة، فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين انتهى. ودية القن وهو العبد المملوك قيمته ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، بالغة ما بلغت، وهذا مجمع عليه إذا كانت قيمته دون دية الحر. فإن بلغت دية الحر فأكثر، فذهب أحمد في المشهور عنه ومالك والشافعي وأبو يوسف إلى أن فيه قيمته بالغة ما بلغت. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه عمدا أو خطأ غرة، عبد أو أمة، قيمتها 5 من الإبل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، متفق عليه. وتورث الغرة عنه كأنه سقط حيا لأنها دية له، وهو مذهب الجمهور. وتقدر الغرة 5 من الإبل، أي بعشر دية أمه. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.